لا زالت الدول التي تدعم المجرمين والتي يعني تؤجج الحروب لا زالت ترسل السلاح والعدد والعتاد لحفتر، وعلى رأسها دولة الإمارات. داعم للإرهابيين ومفتي الدم بحسب وسائل الإعلام التابعة لدولة الإمارات، وهو الذي سبق إلى فتح دور أبناء زايد في دول العالم العربي والإسلامي وغير مرغوب فيه في مملكة بن سلمان. أهل غزة يموتون جوعا، انظر تصور، يمشي الآن للعمرة للمرة الخامسة والسادسة ويصرف 5,000 دولار ولا 10,000 دولار ولا 20,000، يرى أن ما فيش حد سبقة، يرى أنه في أعلى درجات العبادة. لو يعني الشخص الآخر اللي قعد في بيته في أندونيسيا ولا في باكستان ولا في ليبيا والـ10,000 حولها لأهل غزة نقدا استعانوا بها، هو أعظم أجرا مئات المرات من ذلك الذي ذهب إلى العمرة. الصادق الغرياني مفتي ليبيا، خريج الأزهر ودكتور في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، له باع طويل في تأليف الكتب أبرزها مدونة الفقه المالكي وأدلته والغلو في الدين، ظواهر من غلو التطرف وغلو التصوف. هذا الرئيس رحمه الله وتقبله في الشهداء كان من جملة أهدافه هو أن يقف مع غزة، قال لا نترك غزة أبدا، لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها. دعم ثورات الشعوب العربية وصدح بكلماته ضد جور السلاطين، لم يدخر جهدا في الدفاع بلسانه عن المسجد الأقصى منذ بدء العدوان على قطاع غزة. الناس الذين يحرسون المعابر حول غزة وحول الضفة الغربية حرام عليهم أن يمنعوا الناس من اقتحام هذه المعابر، فهو بحراسته لهم يكون منضما إليهم ومتعاونا معهم ويقتل إخوانه المسلمين.